السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم زيت الزيتون المستخلص من ثمار شجرة الزيتون العديد من الفوائد الوقائية والعلاجية لجسمك، وذلك راجع إلى توفره على عناصر غذائية مهمة متمثلة أساسا في الأحماض الدهنية المعروفة بخصائصها المقاومة للالتهابات وأمراض القلب والشرايين، وكذا مضادات الأكسدة المحاربة للعديد من الأمراض المزمنة وبعض أنواع السرطانات. فزيت الزيتون ببساطة خزان للكثير من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بمنافع لا حصر لها.